وزير النقل الدكتور هشام عرفات الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمشروعات التنمية بجنوب الوادي، خاصة مع وجود حوالي 1200 كيلومتر من الشواطئ القابلة للاستثمار لصالح أبناء شلاتين وأبو رماد. النهارده بقى احنا عملنا بروتوكول في مجال اخر مختلف تماما عن السكه الحديد والطرق والكباري، هو مجال مواني الصيد. عندنا البحر الاحمر احنا بننظر له باهتمام شديد جدا منذ اكثر من سنه، وفقا طبعا للتوجيهات القياده السياسيه وتوجه الحكومه. اللي عندنا 1200 كيلو شط عندنا في البحر الاحمر، وده الحدود الشرقيه بتاعت مصر، لازم نهتم برزق اهلنا في منطقه الجنوبيه الشرقيه اللي هي منطقه ابو رماد وشلاتين. فاحنا بنستعين بالانتاج الحربي في مجال تصنيع بما لها من امكانيات واسعه في مجال تحليل المياه ومجال الصرف الصناعي، بالاضافه الى المعدات الخاصه بمياه الصيد. يعني المعدات مين الصيد مختلف طبعا عن بقيه المواني العاديه، ليها معدات مختلفه طبقا لمواصفات هيئه الثروه السمكيه. فان شاء الله باذن الله احنا بنثمن جدا على الدور اللي بتلعبه معانا هيئه الانتاج الحربي معانا.